السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحصة خاصة بمادة ليكتور عنوان النص دي كونسي اون نور pour لي جون سيكليست عشر نصائح من ذهب للدراج الصغير قبل قراءة النص نجيب على هذه الأسئلة السؤال الأول كي لو بيرسوناج ريبريزونتي سور لا ايماج ما هو الشخص الموجود في الصورة الأولى الجواب فتاة صغيرة. السؤال الثاني: كو في سو بيرسوناج؟ ماذا يفعل هذا الشخص؟ الجواب: إل traverse la rue افيك اون بيسيكلات. الفتاة تعبر الشارع وهي تحمل دراجة. السؤال الثالث: كيل سون لي بيرسوناج غوبريزونتي سوغ لا دوزيام ايماج؟ من هم الأشخاص الموجودون في الصورة الثانية؟ الجواب: ان père إي سون فيس، أب وإبنه. السؤال الرابع: أو سون سي بيرسوناج؟ اين يوجد الاب وابنه الجواب ils sont sur انهم على الطريق إلغول أبيك avec des يقودون الدراجة السؤال الخامس ا خافي ريسبكتي لو كود دو لا في نظرك هل يحترمون قانون السير الجواب وي ils respectent le code de la نعم يحترمون قانون السير انهما يسيران في يمين الشارع هذا النص عبارة عن فقرات بعشرة عناوين فرعية. النصيحة الأولى: ريسبكت لو كود دو لا احترم قانون السير. تي دوا كونايتر كومبخوندر إي ريسبكتي لي ريجل برانسيبال دو كود دو لا يجب معرفة وفهم واحترام القواعد الأساسية لقانون السير. النصيحة الثانية: فيغيفي ريغولييغمون طون فيلو. راقب بانتظام دراجتك. لي فرا دواف بيان فونكسيوني. Les pneus être en bon état et la selle à la bonne hauteur. الفرامل يجب ان يكونوا بحاله جيده واطارات الدراجة يجب ان تكون بحاله جيده وكرسي الدراجة يجب ان يكون على ارتفاع مناسب. Et les catadioptres doivent être propres et l'éclairage en état de fonctionner dès qu'il fait sombre. الامتعه في وراء الدراجة يجب ان يكون نظيفا. والإنارة جاهزة للعمل عند حلول الظلام. النصيحة الثالثة كومينيك افيك لي دو لا روت تواصل مع مستعمل الطريق الآخرين. طون لو بغا لوسكو تي دو ديريكسيون. شيرش لو دي كونديكتور بور فيريفية كو بيان فيو. مد ذراعك عندما تريد تغيير الاتجاه. راقب نظر السائقين للتأكد بأنهم يرونك جيدا. النصيحة الرابعة

افون دو كونتينيي تو دغوا ان انظر كذلك خلفك قبل اتمام الطريق عند مفترق الطرق دي فواتير كي تورن ا بوغي تو سيارات تنعطف الى اليمين يمكنها ان تقطع عليك الطريق النصيحه الخامسه سوا فيزيبل كن مرئيا تيب بورتي اون فيست فليو و ديفيرتمون دو كولور يمكنك لباس ستره مضيئه أو ألبسة بألوان فاقعة دي لا طومبي دي جور تشي دوا فار فونكسيوني ليكليراج دو طون فيلو عند قدوم الظلام يجب تشغيل أضواء الدراجة ليكاتاديوبتخ دو طون فيلو إي دي ريفليشيسون سوغ لا فيست طون ساكادو بيرميتو كونديكتور دو تو دو لوان دون لا لوميييغ دو لوغ فار حامل الأمتعة لدراجتك وعاكسات الضوء على سترتك أو على حقيبة الظهر يمكنون السائقين من رؤيتك من بعيد بواسطة ضوء مصابحهم الأمامية النصيحة السادسة في اتنسيون وزبستاكل امبريفو انتبه إلى العوائق غير المتوقعة إن بورتير دو فواتور باب سيارة يمكن أن يفتح فجأة إن فواتور دان باركينج سيارة يمكن أن تخرج من مرأب أو موقف السيارات غول أن متر دي بوغ دو لا شوسي أو دي فواتور ستاسيوني ريست أتونتيف سير بعيدا بمتر من حافة الطريق أو من السيارات المتوقفة وابقى حذرا سولا تيدغا إيفيتي سي زوبستاكل هذا سيعينك على تجنب هذه العوائق النصيحة السابعة غالونتي إي سي نيسيسيغ أغيطوا وكغيفوغ

تجنب أيضا السماعات لأنها تحد من الانتباه ، لو جي إس إم آ لا ما بور لي سيكليست لي كونديكتور ، الهاتف المحمول في اليد ممنوع على سائقي الدراجات كما هو ممنوع على سائقي وسائل النقل الأخرى ، النصيحة التاسعة ، سي ني با آلاز ديبلاسطوا كوم أن بيتون ، إذا لم تكن مرتاحا تحرك مثل الراجلين.

بالحد بشدة من خطر الإصابة في الرأس ثم يمكن أيضا أن تعطيك مظهرا مميزا نمر إلى فقرة جولي جو السؤال الأول دو سو دوكيمو إيتيل من أين أخذت هذه الوثيقة؟ الجواب إلى إكستخي دو دو دولي بي أس ار هذه الوثيقة مأخوذة من كراسة إي بي أس آغ السؤال الثاني كو ماذا تمثل هذه الوثيقة؟ الجواب il تمثل نصائح للدراجي الصغير السؤال الثالث أكي هذه الوثيقة موجهة لمن؟ الجواب il s'adresse aux jeunes إنها موجهة للدراجين الصغار السؤال أربعة combien y a كم هناك من نصيحة في هذه الوثيقة الجواب il هناك عشر نصائح Le كيف عرفت ذلك? On le sait par le, titre et le ذلك من خلال عنوان النص ومن خلال ارقام العناوين الفرعيه في النص. السؤال خمسة Que faut-il faire pour être pour les ماذا يجب القيام به لكي نكون مرئيين من طرف السائقين؟ الجواب il faut porter une يجب لباس سترة براقة أو ألبسة بألوان فاقعة السؤال ستة بورتي دي شوز افيلو هل يمكننا حمل الأشياء عندما نكون على الدراجة الجواب نو اون دو ايتيليزي لو بورت باجاج او لو ساكادو لا يجب استعمال حامل الأمتعة أو حقيبة الظهر السؤال سبعة فوتير ماتر ان كاسك لوسكون رول افيلو بوركوا هل يجب وضع خوذة عندما نقود الدراجة؟ لماذا؟ الجواب وي oui. il faut porter un casque pour protéger la tête. نعم يجب وضع خوذة لحماية الرأس السؤال ثمانية كيف سون أفوت خافي لسيتياسيون ديفيسيل كون بو غونكونتخي أفيلو ما هي في نظرك الوضعيات الصعبة التي يمكن أن نواجهها ونحن نقود دراجة الجواب دوفون لي زوبستاكل أوكاغي فور أو رونبوان أمام العوائق وفي مفترقات الطرق وفي المدارات نمر إلى فقرة جولي إي السؤال الأول كيل لو تيتخ دو سو ما هو عنوان هذا النص؟ الجواب لو تيتخ دو سو إي دي كونساي أون نور بور لو جون سيكليست السؤال الثاني كيل لو نون دو لا بوشيور دو سو تيغي ما هو اسم الكراسة التي استخرج منها هذا النص؟ الجواب لا اي نومي لي انفون ا فيلو الكراسه اسمها اطفال على الدراجه السؤال الثالث ايكري ان كونساي بور كومونيكي افيك لي اوتر يوزاجي دو لا روت اكتب نصيحه للتواصل مع مستعملي الطريق الاخرين الجواب فوتونغ لو برا اي شيرشي لو روغار دي كونديكتور يجب مد الذراع والبحث على نظر السائقين السؤال 4 و سيكليست دواتيل ساغيتي؟ أين يجب على الدراج أن يقف؟ الجواب إل دوا ساغيتي أو كاروفور إي أو رونبوان يجب عليه التوقف في مفترقات الطرق وفي المدارات نمر إلى فقرة آبخي لا لكتور بعد القراءة السؤال الأول «جو غولاف دون لو تكس» استخرجه من النص «أ تخوا كونساي بوغ لو جون سيكليست» ثلاث نصائح خاصة بالدراج الصغير. نكتب النصيحة الأولى فيريفي ريكوليييرمون طون فيلو راقب دراجتك بانتظام النصيحة الثانية كومينيك افيك لي زوتر ايزاجي دو لا غوت تواصل مع مستعملي الطريق الآخرين والنصيحة الثالثة سوا فيزيبل كن مرئيا السؤال ب إن فراز آ لا فورم نيجاتيف جملة منفية نكتب هذه الجملة نغول avec دي زوبجي كي بوف تو جيني او تو distraire. لا تحمل معك على الدراجة أشياء يمكن أن تزعجك أو تسليك. السؤال سي أن فيرب دو بروميي غروب إي أن فيرب دو غروب أ فعل من المجموعة الأولى وفعل من المجموعة الثانية مصرفان في الأمر. نجد فعل فيغيفيي وهو فعل من المجموعة الأولى مصرف في الأمر. وفعل غالونتيغ وهو فعل من المجموعة الثانية مصرف في الأمر. السؤال دي

مع أكسون كونفليكس على حرف أو e. السؤال أو تخوا مور كي كونتيان دي بريفيكس إي دي سيفيكس ثلاث كلمات تضم سوابق ولواحق نكتب هذه الكلمات الفعل كومبخوندغ فعل من المجموعة الثالثة مع السابق كوم والظرف ريجيليورمون مع اللاحق مو والاسم إكليغاج مع اللاحق آج السؤال الثاني جودي سو كو جي ابريسيي دون سو أقول ما أعجبني في هذا النص يمكننا إجابة ب جي أبريسيي لي بون دوني أو أعجبتني النصائح الجيدة المقدمة لمستعمل الدراجة